بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو سوف نرى القسم المشترك الأكبر للرابعة المتوسطة، وهو أهم درس اللي يطيح بزاف الفروض والاختبارات شهادة التعليم المتوسط. أحسب القاسم المشترك الأكبر للعددين. ما معنى القاسم المشترك الأكبر؟ معناتها هاد العددين راهم يشتركوا في واحد، عندهم قواسم، هذا عنده قواسم وهذا عنده قواسم. من بين تلك القواسم هناك قاسم راه مشترك بين هذا وهذا، قاسم راه مشترك بين هذا وهذا. هذاك القاسم الأكبر بيناتهم، هذه هي معناتها القاسم المشترك الأكبر. الآن هناك باش نفهموا مليح، يلا باش تفهموني مليح، نقول لك القاسم المشترك بين مثلا 9، مثلا 9 و 6. شو القواسم تاع 9؟ شكون هما القواسم تاع 9؟ قواسم 9، شكون هو قواسم 9؟ 9 قاسم هو الواحد زيد 3 و 9، هذو هما القواسم. ما معناتها قواسم؟ معناتها 9 كي نقسمها على 3 تعطيني النتيجه عدد طبيعي، هذه هي معناتها يقبل القسمه. 9 على 9 تعطيني عدد طبيعي، هذو هما معناتها القواسم. مثلا القواسم كم؟ 6. قواسم 6 واش كاين؟ كاين 1 وكاين 2 وكاين 3 وكاين 6. كيش عرفت؟ كي نقسم 6 على 1 تعطيني عدد طبيعي، كي نقسم 6 على 2 تعطيني عدد طبيعي، كي نقسم 6 على 3 تعطيني عدد طبيعي، كي تقسم 6 على 5 ما تعطيكش عدد طبيعي، معناتها 5 ليس من قواسم 6، هذه هي معناتها قاسم. الآن شوف هنايا، وش هما القواسم اللي راهم مشتركين بين 9 و 6؟ شكون؟ كاين الواحد زيد وكاين 3، هذو هما اللي راهم مشتركين، هذو هما اللي راهم مشتركين، الواحد والثلاثة. ما معنى القاسم المشترك الأكبر؟ معناتها فين هادو اللي مشتركين الكبير فيهم؟ شكون هو الكبير فيهم؟ واحد؟ لا، ثلاثة، ثلاثة هو الكبير فيهم، هذه معناتها القاسم المشترك الأكبر. باش نفهموا مليح ما معنى القاسم المشترك الأكبر، معناتها هادو زوج ممكن يشتركوا في عدة قواسم، ممكن يشتركوا في عدة قواسم، ولكن أكبرهم هذاك هو القاسم المشترك الأكبر اللي نسميوه البي جي سي دي. كيفاش نديرو؟ أول شيء في هذا الفيديو غادي نوريكم طريقة الفروق المتتابعة، معناتها غير بسميتها نفهموها. في هذا الفرق، في هذا الطرح، كيفاش رانا غادي نديرو؟ ساهلة، شوف من أسهل الطرق، وهذا القاسم المشترك الأكبر ساهل، وهو ساهل جدا. مالك كون يجينا في الفروض الاختبار نديو عليه النقطة الكاملة، وجميع دروس السنة الرابعة. يلا، واش نديرو؟ نقبدو الكبير، شكون هو الكبير؟ هو 567، والصغير هو 448، نقبدو الكبير 567، ونقصو منه الصغير 448، تعطي النتيجة 119. الآن واش نديرو؟ نرفدو هادو زوج، توالا، الكبير ناقص الصغير، شكون الكبير؟ 448 ناقص 119، الكبير ناقص الصغير من هادو زوج، أيا نرفدو، 448 هي السطح، 329، واش نديرو عاودي؟ نرفدو بين هادو زوج، الكبير ناقص الصغير، شكون هو الكبير؟ 329، ونقصو منه 119، شحال تعطيني عاودي؟ 329 ونقصوا منها شحال؟ 210. عاودي كنمشيو لهادو زوج، دايما التوالى، الكبير ناقص الصغير، أي 210 ونقص منها شحال؟ 19، غادي تعطينا النتيجة 91. عاودي بين هادو زوج، الكبير ناقص الصغير، 119 ناقص 91، عاودي 119 ناقص 91، بطبيعة الحال. شحال غادي تعطيني النتيجة؟ 28. عاودك بين هادو زوج، نديرو 91 ناقص 28، الكبير ناقص الصغير، 91 ناقص 28، 63. عاودك وين نمشيو؟ نمشيو الكبير هادو زوج، الكبير ناقص الصغير، 63 ناقص 28، مباشرة 20، تعطينا النتيجة 35. عاودك نمشيو الكبير ناقص الصغير، 35 ناقص 28، شحال تعطيني؟ شحال؟ 7. الآن شنو نديرو؟ 8 بين هادو زوج، شكون؟ الكبير ناقص الصغير، 28 ناقص 7، شحال تعطيني؟ 20. ثم بين هادو زوج، 21 ناقص 7، 14. من بعد بين هادو زوج،
14 ناقص 7 كبير ناقص صغير شحال تعطينا 7. الان لاحظ جيدا هنا بين هادو زوج 7 ناقص 7 هادو الزوج قد قد ما نديرو 7 ناقص 7 شحال تعطينا 0. كي تعطينا 0 معناتها القاسم المشترك الاكبر هو هذا اللي راه يتكرر هنا في الاخير. ها هو القاسم المشترك الاكبر اللي راه يتكرر ونقولوا لهم بي جي سي دي للعددين هنا ما كان لا فاصله لا تساوي لا والو. العددين شكون هما؟ 448 و شكون 567 شحال بي جي سي دي تساوي هذه الكتابه يساوي كم؟ 7. شوفوا شفتوا هذه الكتبه هذه هي نفسها القاسم المشترك الاكبر للعددين 567 و 848 هو 7. معناتها هذه الهضره اللي هضرتها كومبلي الملخص نتاعها هذا هو. انا هذا جا في بيوم 2021 انا بغيت نرفد هاد العددين راكم تشوفوا عمليه الطرح شويه طويله هنايا بغيت نرفد هاد العددين خاطر فيهم عمليه الطرح شويه طويله باش نفهموا كش رانا نديروا. دائما نديروا الكبير ناقص الصغير فين هادو الزوج. تبعوني في الصفحه نتاعي غادي نزيد لكم الطريقه نتاع القسمه بطريقه بسيطه ومفهومه جدا وتشوفوا باللي تخرج لنا نفس النتيجه اللي هي 7. السلام عليكم.